مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد نور على نور نور على نور يهدي ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك صدق الله العلي العظيم.
الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكما يا وليي الله، السلام عليكما يا حجتي الله، السلام عليكما يا نوري الله في ظلمات الأرض. أشهد أنكما قد بلغتما عن الله ما حملكما وحفظتما ما استودعتما وحللتما حلال الله وحرمتما حرام الله وأقمتما حدود الله وتلوتما كتاب الله وصبرتما على الأذى في جنب الله محتسبين حتى أتاكما اليقين. أبرأ إلى الله من أعدائكما وأتقرب إلى الله بولايتكما. أتيتكما زائرا عارفا بحقكما مواليا لأوليائكما معاديا لأعدائكما مستبصرا بالهدى الذي أنتما عليه عارفا بضلالة من خالفكما فاشفعا لي عند ربكما فإن لكما عند الله جاغا عظيما ومقاما محمودا. السلام عليكما يا حجتي الله في أرضه وسمائه عبدكما ووليكما زائركما متقربا إلى الله بزيارتكما. اللهم اجعل لي لسان صدق في أوليائك المصطفين وحبب إلي مشاهدهم واجعلني معهم في الدنيا والآخرة ومن المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين.